ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. ده معاكم جو من قناه كرش بو حبيب كوكو. حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده حبايب قلبنا. واليوم مطعم شعبي بيعمل الاكل الشعبي بطريقه جرميه او طريقه شياكه، وعشقنا الكبده والسجق. قول لنا ايه هو المطعم وايه الحاجات يا عم كوكو؟ مره يا جماعه، احنا معانا مطعم اسمه نعناع، فاتح ميت مصر في تقريبا حديقه الطفل جرين كورنر. ايوان، جبنا منه كل الحاجات اللي عنده، هنجربها ونقول لكم راينا. يا مسهل يا رب. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك وشير الفيديو في كل مكان، واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك تشترك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، كل ما هو جديد، ونرجع لكم على طول. وهتروحوا اي حاجه. وها قد حضرت الاشياء، حضرت البوكس. واحنا مش جايبين بوكس، احنا جايبين حاجات فرطه، بس هو ايه عيش كده. ده ممبار بوبس. ادي سندوتش اتنين، اختراع من عندهم، تلاتة، أربعة، وده تالت حاجة معانا في الشنطة، خمسة. وطلبنا شوية سلطات، هو ما بيبعتش سلطات، السلطات بفلوس أنا بنقول لكم عليها. ودي كل المنيو اللي عنده تقريبا من التشكيلة الحبشتكرات اللي هنشوفها مع بعض، وهنظبط الحاجة دي ونرجع لكم على طول. ونبتدي بأول حاجة، إحدى الحاجات اللي بنعشقها، ولكن هنا إيه؟ جورمي. بطريقة ولاد الأكابر، فطبعا هيبقى سعرها لاولاد الاكابر. دول 8 كور بلي صغيرين من الممبار، سعرهم 60 جنيه. دول توقعاتي انا انهم ما يعدوش النص صابع المحمل، يعني نص صابع ممبار بقى ب 60 جنيه علشان اتعمل كور كده بلي. يلا بينا ندوق. يلا بينا. رز ناشف شويتين. مفيش كده، ما تحسش ان في تتبيل الطماطم. يا خبره بس. طيب، من ابو اخر عشان ما نطولش عليكم، ندوق واحده تانية بس عامه يعني في الاستاكونيوس خالص. يلا، ملوش دعوه بالمنبار لا من قريب ولا من بعيد. عايز منبار يا باشا، لازم تروح لمطعم بتاع حلويات لحوم. انما واحد بتاع كبده وسجق يقول لك انا جورميه وبتاع، تقول له اديني منبار بوبس. في حاجه اسمها منبار بوبس يا جماعه؟ رايي معروف، نسمع راي عم كوكو. طب هي برضو التتبيله مش عجباني خالص، الرز فعلا فيه ناشف، فا اوت خالص. وسعر جهنمي على نص صابع منبار. هنعد 1 2 3 للاسف البدايه 0 من 10، وكان اختيار سيء ان احنا نجيب المطعم كده وسجق منبار. هنخش باللي بعد كده ونشوف الجد هيقول ايه. نخش بقى في الجد. اول حاجه معانا في الجد يا جماعه، زي ما انتم شايفين، ده سندوتش كبده اسكندراني حجمه كبير ما شاء الله، انا شايف ان مليان واللقمه حلوه، سعره 49 جنيه. بس انا حاسس ان اللقمه بايته ومهريه، هي كبيره، كيلو قصده حلوه، دي تقريبا كبيره الحجم. ايوه، انما كطازه او مش طازه لا، مهريه خالص. يلا بينا ندوق. يلا. تخلي اللقمه حلوه قوي والكبده جميله، بس هي فعلا اللقمه تلاقيش ممكن ما تبقاش طازه خالص. لا يا باينه مهريه اهي، وشويه الطحينه بتاعتها باشا. هات لنا المخلل والطماطم. هنفتح المخللات وندوقها معاها. ده اي مخلل عنده او اي سلطه؟ ب 12 جنيه. ب 12 جنيه. النوع الواحد ب 12 جنيه. اوكي. جورميه بقى. جورميه. طب ندوق يا باشا، تعالى ندوق الطماطم المتبله. اوكي. بسم الله. فيها نعناع؟ لا. حاسس فيها هنا قويه جدا بس عجبتني. لا انا دوقت افضل منها بتاعت كامبا. بتاعت كامبا افضل منها. طيب ندوق الخيار المخلل. ونخلص من اللي شبه القطه دي، مش عارف. ده خيار مش مخلل، ده خيار عادي. ايه ده؟ ها هيقول في التخليل. ها لسه يعني اول ساعتين في التخليل. طيب طحينه، ندي طحينه اكسترا، طحينه اكسترا طحينه عشان الطحينه جامده. يلا بينا وناخد القطمه المتينه. طيب الكبده جميله جدا، لقمه العيش بس عايزه تبقى طازه شويه، هي طعمها حلو بس المفروض تبقى طازه يعني عن كده. ما عنديش اي اعتراض، سندوتش جامد جدا 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 جدا. حته كبده على ابوه وفعلا التبيلة. ومتفق بعد كده بقى مع كل حاجه، مع كيرو الخل والثوم مظبوط بالملي، مع الكبده الجميله، مع الطحينه التحفه. انا مبسوط جدا من هذا الساندوتش، سعر وكميه وكواليتي ما عدا لقمه العيش. نعد. يلا بينا. 1 2 3 9 و10 عشان لقمة العيش بس. متفقين انا وكيرو في اول حاجة، ويلا بينا يا رب نكمل في السعادة. ونخش دلوقتي بتاني حاجة في الجد. زي ما انتم شايفين كده، ده سندوتش سجق مشوي وعليه شوية مستردة وبصل مكرمل، سعره الحجم الوسط 39 جنيه. اوكي.
انا متفائل خير. ولا كمان. يلا بينا. ولقمة العيش دي مختلفة عن التانية دي. طازة. يلا بينا. هو ممتاز ومختلف. ندي بقى واحدة ايه بالطحينة. اغرف يا باشا طحينة وندوقها ونخلص الساندوتش ونرجع لكم تاني نقول المزاج ايه. طيب قبل اي حاجة عايز اقول ان الطحينة 10 من 10 مفيهاش كلام. والطماطم بالنسبة لي 8 من 10 والخيار المخلل 0 من 10. كوكو الخيار فعلا 0 من 10 دي ممتازة جدا. الطماطم 9.5 من 10 بالنسبة لي. تمام يعني شوفوا متفقين. نتكلم بقى في السجق المشوي بالبصل المكرمل والمستردة. انا ما حسيتش غير بطعم السجق. وكسجق مشوي انا عجبني بس الساندوتش خفيف قوي. يعني انا السجق عايز يزيد. حاسس ان ممكن تاكل لك 10 منه فاللي هو 390 جنيه علشان ايه تقول امين في السجق ده. بس طعمه كان جميل وعجبني جدا. كوكو. طيب انا بحب التتبيله بتاعت السجق الاسكندراني اكتر. ده طبعا مش وحش لا. وحسيت فيه بطعم اللحم. التوابل بتاعته هاديه شويه غير الاسكندراني. المستورد ده اضافه حلوه هي والبصل المكرمل. لقمه العيش حلوه جدا. بالنسبه لي هيبقى في المتوسط. تمام هنعد 1 2 3 7.5. في المتوسط دي يعني 5. انت ليه بتقول 7.5 من 10؟ لا مش انا حسيت ان خمسة دي مقبول. ايوه انا حسيت ان انت هتقول 5 بس هو 7.5. دي مقبول اللي هو النجح. انت عم تروك انت واخد بالك ان احنا حاجتين ورا بعض متفقين بالاساس. 3 البوبس 0. يا نهار ابيض. 3 حاجات يا مسهل يا رب. متفقين انا وكيرو من اول الفيديو. يا رب نكمل اتفاق للاخر اجيب اللي جاي ونرجع لكم على طول. ونخش بقى اللي بعد كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين دي مكرونه بالكبده سعرها 75 جنيه. تمام عليها شويه كبده حلوين بصراحه. هو باعت معلقه واحده فاحنا جبنا معلقه تانية. يلا بينا بسم الله. كبده احنا متفقين انها عالميه. المكرونه كتير معجنة. مهريه كتير مهريه معجنة. عجين مكرونه. هناخد معلقتين ونرجع نقول راينا. طيب زي ما جو قال فعلا المكرونه معجنه ما فيهاش كلام. الكبده جميله جدا. حجم الطبق انا شايفه صغير شويه على 75 جنيه. تمام متفق. طبعا كلنا متفقين ان الكبده عندهم عالميه وتتبيله المكرونه عندهم جامده جدا جدا جدا. ولكن المكرونه عباره عن عجين فغلطه للاسف لا تغتفر. ولكن انبسطت من الطبق ده ولما اخلص معاكم الراي دلوقتي هكمل اكل فيه عامه. نعد يلا بينا. 1 2 3 8.5 من 10. يا كان نفسي نتفق تاني. اصل المكرونه انفصلت. تمام انا 8.5 وكيرو 7.5 وهنجيب اللي بعد كده ونرجع له. ودلوقتي نخش بافتكاسه اول مره انا وكيرو نجربها تقريبا. ده زي ما انتم شايفين كده حواوشي رول سجق ولحمه معاه شويه بطاطس جايين في كوبايه زي ما انتم شفتوهم في البيرول. اول مره اشوف حواوشي بصراحه ملفوف كده. سعره 70 جنيه. تمام. والريحة جميلة. كيلو بطاطس. يلا بينا البطاطس. شوف بطاطس بالتتبيلة لزازة. حلو. لطيفة. نخش على الجد. يلا بينا. نخش على الجد. نشوف الحواوشي. بص هو مليان لحمة وسجق بصراحة. ندوق. عالمي والقرمشة بتاعت العيش وهمية. يتسافر له بلاد السندوتش الحواوشي الصغير. ضايع يا عم الحاج. يلا بقى يا باشا دي طحينة. الطحينة الجامدة قوي دي. هي عايزة أكتر حاجة الرغيف ده يا باشا. يلا بينا بسم الله عم كوكو. طبعاً أنتوا عارفين إن الكمال لله وحده. ولكن الكمال للحواوشي بالسجق في هذا السندوتش. حصل كمال أهو في الأكل بصراحة. إيه الوهم والطعامة والحلاوة واللذاذة وحتة اللحمة الجميلة وحتة السجق العسل ولقمة العيش المقرمشة الجميلة. مفيش غلطة خالص. كوكو واختراع في الجون. فعلا لقمة العيش يعني انت مسوي لك الحاجة جوه كويس ولقمة العيش مقرمشة وواخدة الدهون بتاعتها. هي بس ممكن تبقى ايه عمالة تنقط وانت بتاكل. وبتخلص بسرعة. ده عيبها الوحيد انها بتخلص بسرعة. ده العيب اللي انا شايفه. انما جميلة جدا جدا جدا. متفقين انا وكيرو ونعد 1 2 3. لازم هنتفق. لازم. يجب ان نتفق. سعرها حلو على فكره جدا طبعا بالنسبه للحجم والكميه والكواليتي وهميه. ويا رب نكمل في السعاده دي. خش بقى اللي بعد كده يا جدعان وما تتريقوش علينا. ايوه احنا لقينا عندهم برجر قلنا نجيب برجر. زي ما انتم شايفين كده ده سندوتش برجر من عندهم. هو يعني لسه صغير مجدوش. بيبي برجر. ايوه بسعره 70 جنيه بس انا شايف قطعه اللحمه برضه ماشي. بس اصغر برجر شفته في حياتي. غريب ومعليهوش اي اضافه عليه طحينه فقط لا غير. طحينه
يلا بينا ندوق اصغر برجر في التاريخ ب 70 جنيه. يلا بينا. بس بقى خصوص ديستي، بص كل واحد فينا بقى اللي نفته فيه هو باربيكيو. انا عايز خيار مخلل بدل المخلل اللي جاي مقلب ب 12 جنيه ده. طب اقول لك حاجه، ممكن تجيب شويه الطماطم دول هيفيدوا هنا. قول قطعه اللحمه مالها يا باشا. جميله من ورا العين وعلى الفحم، وطعم الفحم واضح فيها، طعم شوي رهيب. هنخلصه ايه؟ هو خلص وانا خدت قطمه، هي القطمه النص بالظبط، هنخلصه ونرجع لكم. طيب زي ما قلنا كده البرجر هنا جميله جدا جدا، هي صغيره بس تخينه، فهو لو رققها هتبقى بنفس تقريبا الحجم بتاع العادي. يعني انا شايف ان هنا محتاج الصوصات، يعني سيبه ما تغيرش فيه اي حاجه بس حط الصوصات، ولقمه العيش ممكن تتعدل شويه. متفق مع كيرو في كل حاجه. انا لقمه العيش عجبتني كخامه، ولكن كحجم طبعا مش عجباني خالص. انا شايف ممكن برضو يعني يا صوصات يا اما يتحط معاها خيار مخلل وطماطم وبتاع، يعني على حسب الجو بقى، عايزه شرقي ولا عايزه اوروبي. اوكي طيب نعد، يلا بينا. 1 2 3 9 من 10 8.5 من 10 وكيرو 9 من 10 ويلا بينا نجيب اخر حاجه معانا. لا مش اخر حاجه، قبل الاخيره. ونرجع تاني للكبده، ولكن في ثوب اخر، في ثوب الكبده المشويه. زي ما انتم شايفين كده، ده سندوتش كبده مشويه حجمه وسط مع شويه طحينه بسيط قوي ب 45 جنيه. تمام. والميزه ان لقمه العيش الوسط عنده احسن من الكبيره اللي جربناها في الاول. ندوق الاول لوحده وبعد كده ندوق الطحينه. يلا بينا. حلوه هنا التون كتير، خليني باين قوي. انا حبيت الكبده الاسكندراني اكتر. هي مش بطاله، ولكن انها كبده بس من مش اسكندراني، يعني معهاش فلفل وبصل والكلام ده كله. فبالنسبه لي الطعم هادي يعجب كيرو، ولكن انا لا احبه. انا الاثنين فعلا عجبوني. بالظبط، ما عنديش افضليه فيه. يلا ادي طحينه. يلا وناخد اخر لقمه ونقول بسم الله. طيب احنا قلنا راينا انا وكيرو. انا شايف ان دي الكبده المشويه زي السجق المشوي. عجبني السجق الاسكندراني والكبده الاسكندراني. واحلى تحيه لاهل اسكندريه لان حاجتهم فعلا بتبقى احلى. ونقيم يا باشا التقييم النهائي. يلا بينا نعد. بالنسبه لمطعم عم نحن الف مدينه نصر. لسه يا بابا احنا هنقيم الكبده لسه في الحلو. انا فاكرك بتقول، ما انت دخلت عليا دخله بتقول لي هنقيم الساندوتش. الساندوتش ده طيب نعد. 1 2 3 7.5 من 10. انا 5 من 10 وكيرو 7.5 من 10. وهنجيب التحليه وبعدين نقيم المطعم اوفر اول. نخش بقى على اخر حاجه يا جماعه معانا، ده الحلو زي ما انتم شايفين. ده عباره عن قشطه وحلاوه ومربى وعسل. ومربى وعسل ب 40 جنيه. يا نهار ابيض، احنا وصلنا لكده اكو. سكالانسا مخصوص جورميه. جورميه يلا يا اخويا. سكالانسا في الاول وفي الاخر بس ب 40 جنيه. زي ما قلنا سكالانسا في الاول وفي الاخر، ما فيهوش حاجه ناقصه، ما فيهوش حاجه زياده، طعمه جميل، سعره اوفر. انا حاسس ان الكميه قليله قوي. سكالانس المفروض يعني ب 40 جنيه على اللقمه الصغيره دي يبقى مخدوم قوي. لا الحلاوه قليله، المربى قليله، العسل قليل، القشطه قليله، الاربع اصناف حرفين قليلين. بس بيرطب بعد الاكله دي بصراحه، بيبقى يعني زي كوبايه الشاي كده بعد اكله سمين. فهو حلو ولكن غالي جدا والكميه قليله. اوكي نقيم عم السكالانس. يلا بينا. 1 2 3 5 من 10. انا 2 من 10 وكيرو 5 من 10. اوفر اول بقى عم نقنقه كبده وسجق جورميه. ايه حواوشي. اوه عالمي عالمي. انت لازم تضيف الحواوشي دي. بص اقول لكم حاجه، انا شايف هقول انا رايي واشوف كيرو متفق معايا ولا هيغير حاجه. ايه الحواوشي؟ رقم لا رقم 1 كان حواوشي معانا، رقم 2 و3 الكبده والسجق الاسكندراني. ماشي اتفق نفس الترتيب بالظبط. بس خلاص بعد كده اي حاجه في العادي بصراحه، انما هم دول الثلاثه التوب، والحواوشي طبعا من حته لوحده. نقيم يا باشا. يلا بينا. 1 2 3 8.5 من 10. يا النص. بس يعتبر متفقين انا وكيرو النهارده في مطعم عم نقنا، وانبسطنا جدا الحمد لله. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك وشير فيديو في كل مكان. هو اللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك، فعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو. سلام.